السلام عليكم. لو انت ليك في الكوره وبتشجع فريق معين وافتكر ان كلنا او معظمنا كده، تعمل ايه لو اكتشفت انهم جابوا للفريق بتاعك مدرب مجهول عمرك ما سمعت عنه؟ ومش بس كده، ده عمره ما درب فريق كره قدم ولا حتى لعب كره قدم ولا يعرف القواعد بتاعتها. تخيل ايه بقى اللي ممكن يحصل. هو ده بالظبط اللي بيحصل في المسلسل الامريكي تيد لاسو، المسلسل الكوميدي اللي بدا عرضه سنه 2020 واتعمل منه موسمين لحد دلوقتي. وبصراحه انا مش عارف ازاي ما اتفرجتش عليه اول ما نزل وما سمعتش عنه من حد تقريبا لحد ما كسب كل جوائز ايمي دول. تخيل ان المسلسل ده كسب جائزة احسن مسلسل كوميدي لسنتين ورا بعض. انا وانتوا كنا فين كل ده؟ بس انا دلوقتي اتفرجت على الموسم الاول، وتعالوا بقى اقول لكم ايه حكاية المسلسل الكوميدي الجامد ده. زي ما انتوا شايفين، الاعمال الكوميديه بقى انتاجها قليل قوي سواء هنا او بره، وده من ناحيه الافلام والمسلسلات كمان. بقت حاجه نادره انك تلاقي عمل فني يضحكك فعلا ويخليك تخرج من الضغوط والمشاكل والاخبار السيئه اللي بقينا بنعيش فيها وبنتابعها كل ساعه. ولان انتشار الكوميكس والفيديوهات الكوميديه اللي بيعملها صناع المحتوى سواء على يوتيوب او فيسبوك او تيك توك، الانتشار ده بيخلي كتابه وتمثيل وصناعه عمل كوميدي عمليه صعبه جدا وتكاد تكون مستحيله. انا فعلا بقيت بحس بالياس اني الاقي عمل كوميدي يخليني اتابعه ويخليني فعلا اضحك من قلبي. المسلسل بقى اللي انا هكلمك عنه النهارده خلاني سعيد جدا ومبسوط، خصوصا ان البطل بتاعه فعلا ممثل عبقري. ومن غير كلام تاني ورغي كتير، زي ما قلت لكم انا هتكلم النهارده عن مسلسل تيد لاسو، وهتكلم بالتحديد عن الموسم الاول منه. المسلسل من بطوله الممثل جيسون سوديكيز، ومعاه مجموعه هايله من الممثلين اللي عملوا عمل فني عظيم جدا. هكلمكم عن الادوار الجميله اللي عملها كل واحد منهم واللي عملوه بتمكن وحرفيه عشان يطلع لنا المسلسل الحلو ده. زي ما قلت لكم الحلقه دي هتكلم فيها عن الموسم الاول بس، وان شاء الله هيكون في حلقه تانية هتكلم عن الموسم الثاني، ومش بعيد ان انا اعمل حلقه مخصوص عن شخصيه تيد لاسو، لان فعلا شايف انها شخصيه تستاهل ان احنا نتكلم عنها وعن تفاصيلها. بس طبعا ده بعد ما تتفرجوا عليها وتستمتعوا بالكوميديا الرهيبه اللي موجوده في المسلسل. وحكايه الموسم الاول باختصار ومن غير حرق اي احداث، بتتكلم عن المدرب الامريكي تيد لاسو اللي بيتم تعيينه كمدير فني لفريق في الدوري الانجليزي لكره القدم البريمير ليج. الفريق ده اسمه فريق ريتشموند، ولو انت دورت على جوجل على اسم ريتشموند ده هتكتشف ان في فعلا فريق كره قدم اسمه ريتشموند بس موجود في استراليا. المهم نرجع لتيد، المدرب الامريكي اللي بيقوم بدور الممثل جيسون سوديكيز، وبيجي معاه المدرب المساعد بتاعه بيرد، واللي بيقوم بشخصيته الممثل بريندن هانت. فريق ريتشموند نقدر نعتبره زي اي فريق في الدوري المصري من اللي بيصارع الهبوط كل سنه. عنده لاعبين متوسطين المستوى ما عدا روي كنت اللي المفروض انه كان بيلعب في نادي تشيلسي، وجيمي تارت اللي جاي اعاره للفريق من نادي مانشستر سيتي. دي كده الحاله الكرويه لفريق ريتشموند. طبعا اكيد انت جيب بالك سؤال منطقي، ايه اللي يخلي نادي بيلعب في اهم دوري في العالم يجيب مدرب امريكي ملوش علاقه بكره القدم؟ هنا بقى نيجي لاداره النادي نفسه واللي ليها حكايه مثيره. نادي ريتشموند كان مملوك بنسبه كبيره من اسهمه لرجل اعمال اسمه روبرت مانيون، واللي متجوز من واحده اسمها ريبيكا ويلتون. لكن لان روبرت ده راجل عينه زيغه وبيخون ريبيكا كتير، الاثنين بينفصلوا عن بعض. وزي ما احنا عارفين انهم بره لما بييجوا يتطلقوا بيقسموا الممتلكات ما بينهم. الاسهم اللي بيمتلكها روبرت مانيون طلعت من نصيب ريبيكا في تسويه الطلاق دي، وبكده ريبيكا ويلتون بتكون هي صاحبه نادي ريتشموند لانها بتملك اكبر مجموعه من الاسهم فيه. الغريب بقى في موضوع ريبيكا بعد ما بقت هي صاحبة ومديرة النادي، انها ما بقاش عندها غير هدف واحد بس، انها تدمر النادي وتضيعه وتخليه ينزل لاقل درجة. طب ليه بتعمل كده؟ لانها زي ستات كتير في موقفها ده، هي عايزة تنتقم من طليقها روبرت مانيون، وعارفة كويس ان روبرت اكتر حاجة بيحبها في حياته هي نادي ريتشموند، يمكن حتى اكتر من الستات اللي خانها معاه. هو ده بقى السبب اللي خلاها تجيب واحد زي تيد لاسو عشان يدرب الفريق. حاجة مثلا تشبه لو انت اهلاوي متعصب قوي والظروف خلتك تبقى رئيس نادي الزمالك، فتروح تجيب رضا عبد العال عشان تضمن ان نادي الزمالك ينزل في اخر السنه لدوري المظالمين. ده طبعا بعد العبقري اللي انت جبته ما لعب بطريقته المعروفه وطير الباكات ونزل الملعب ب 10 لاعبين بس. وبتدور الاحداث في المسلسل في الاطار اللي انت تخيلته دلوقتي. هتشوف تيد وهو بيتعامل مدرب لفريق في رياضه هو ما يعرفش عنها اي حاجه، مع وجود لاعبين مش مقتنعين بيه طبعا، وبينهم وبينه وبينهم وبين بعض مشاكل كتيره قوي. وكمان هتشوف ده كله بيحصل في ايه؟ مع الجماهير اللي بتستلم المدرب ده وبتشتمه وبتهزقه من اول يوم. واكيد ده طبيعي ومنطقي مع النتائج السيئه اللي بيحققها تيد مع الفريق. دي كده الحكايه باختصار. طبعا انا مش هحرق لك اي احداث خالص عشان تستمتع بالمسلسل، وخليك متاكد
متأكد انه مليان مفاجآت ولازم تشوفها بنفسك. انا بقى دلوقتي هكلمكم عن طريقة الكوميديا وتكوين الشخصيات اللي في المسلسل. الكوميديا في مسلسل تيد لاسو مبنية في الاصل على تنوع طبائع الشخصيات اللي موجودة في النادي ده، وبتعتمد على المفارقات اللي بتحصل بسبب اختلاف الاهداف اللي بتسعى ليها كل شخصية. واكيد كل ده طبعا مبني على القاعدة الرئيسية ان تيد لاسو مش مدرب كرة قدم، وبالتالي ده له تأثير كبير جدا في قراراته وفي طريقة تعامله مع اللاعبين ومع الإدارة. هو ما يعرفش أي حاجة عن اللاعبين ولا عن طبيعة شغلهم، هم شايفينه بطريقة سلبية جدا وبيعتبروه شخص تافه ملوش في أي حاجة. لكن برغم كل العوائق والمشكلات دي ومع تطور الأحداث طول الوقت، طبيعة العلاقات بين الشخصيات دي بتتغير بشكل كبير. ومع إن بيحصل درجة توافق بعد شوية بين تيد وبين الفريق، إلا إن في كل وقت الكوميديا ما زالت موجودة وبقوة، لأن بنى الشخصيات كان معمول بشكل رائع، والتناقضات اللي بينهم بتخلي دايما في مفارقات كوميدية بتحصل طول الوقت. شخصية تيد لاسو شخصية متفائلة ونشطة جدا، عندها روح وعزيمة للوصول للهدف بتاعها برغم كل الآراء والانتقادات والردود السلبية اللي بتشوفها حواليها. مفيش عنده أي مشكلة إنه بيعترف إنه عمل حاجة غلط أو إنه ما يعرفش هما بيتكلموا عن إيه. شخصيته بتخليه دايما يساعد اللي حواليه، وده مش معناه إنه شخص ضعيف، بالعكس هو عنده القوة إنه ياخد مواقف حازمة جدا في أوقات مهمة، وكمان يقدر يتحمل نتيجة الموقف ده ويخوض اي تحدي عشان يوصل لنجاح فريق كرة القدم اللي هو متولي تدريبه دلوقتي. بس تخيل بقى لما كل الصفات الجميلة دي تبقى موجودة في شخص ما عندوش اي خبرة في المجال اللي هو بيشتغل فيه. طبيعي لما يكون نشط ومتحرك بالشكل ده انه هيعمل غلطات كتير قوي، وكل الغلطات دي هتشوف انها بتطلع مواقف كوميدية كتيرة جدا. لكن المبهر فعلا في المسلسل انه مش معتمد على شخصية واحدة بس، وهي شخصية تيد لاسو، عشان يطلع الكوميديا. كل شخصية في المسلسل من اللي حوالين تيد مرسومة بشكل عبقري، وموجود فيها تفاصيل تخلي اي مجال لوجود شخصيتين منهم في نفس المكان اكيد هتطلع موقف كوميدي يخليك تضحك عليه. من اول ريبيكا ويلتون صاحبة النادي، اللي زي ما قلنا بيكون هدفها في الاول هو تدمير النادي عشان تنتقم من طليقها، وده بيخليها تعمل اكتر من مشكلة ومقلب في تيد لاسو. ومش بس هو، لا، في اللاعبين كمان. كمان عندنا مجموعة اللاعبين اللي كل واحد منهم عنده طبيعة مختلفة عن التاني خالص، وبتحصل بينهم طول الوقت بسبب الاحتكاك اللي بينهم مواقف كوميدية عالية جدا، خصوصا المشكلة الدايمة بين اهم عنصرين في الفريق، روي كنت وجيمي تارت. بجانب كل دول عندنا كمان شخصيات مساعدة كوميدية جدا، زي هيجنز مساعد ريبيكا او بيرد مساعد تيد لاسو. المسلسل يستحق فعلا المشاهدة، واوعدكم انكم هتستمتعوا بكل حلقة فيه، واعتقد كمان ان انتم هتضحكوا عليه جدا، لان نوع الكوميديا اللي موجود في المسلسل ده مش محتاجة ان يكون عندك خلفية ثقافية او اجتماعية معينة عشان تفهم طبيعة المواقف والمفارقات اللي بتحصل للاشخاص دول. الكوميديا هنا مبنية على طبيعة الشخصيات نفسها وعلى تصرفاتها وردود افعالها اللي بتكون خارج المنطق. تقييمي الموسم الاول من مسلسل تيد لاسو هو 9/10، وان شاء الله لما اخلص الموسم الثاني هعمل لكم حلقه كمان للمراجعه بتاعته، وهنشوف هل هيستمر بنفس القوه ولا لا. اتمنى المراجعه السريعه دي تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان تتابعوا معايا ملخصات ومراجعات قويه جدا جدا. سلام.